تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام في هذه التغطية الخاصة لمتابعة التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة. حول ذلك أرحب من جديد بسيد طلب الصانع عضو الكنيسة السابق، مرحبا بك. سيد أمير أورن خبير الشؤون السياسية والأمنية، سيد بنحس عنبري عبر استديوهات القدس خبير شؤون الشرق الأوسط والمحلل السياسي، مرحبا بك. والناشط السياسي من قطاع غزة ضياء حسن، ضياء مرحبا بك أنت أيضا. ضياء، يمكن القول بأن جميع الوساطات المصرية والمختلفة من قبل أطراف باءت بالفشل حتى اللحظة لمنع الجهاد الإسلامي من التصعيد. نعم هذا صحيح، حسب ما بلغنا قبل قليل من مصادر مطلعة في داخل حركة الجهاد الإسلامي، جرى اتصال بين قيادة حركة الجهاد الإسلامي وتحديدا الشيخ ناصر عزام عضو المكتب السياسي أو مسؤول الدائرة السياسية داخل قطاع غزة، مع قيادة جهاز المخابرات وتحديدا مسؤولين الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية. حسب المعلومات انتهى الاتصال بوقت محدود جدا وخرج بنتائج ليست مرضية للطرف، حسب ما فهمنا لم يكن هناك أي نتائج إيجابية. حسب ما علمنا أن نافذ عزام أكد للمخابرات المصرية أنه من حق حركة الجهاد الإسلامي الرد على هذه الجريمة النكراء كما وصفها ضد اغتيال أبو العطا، وكذلك محاولة اغتيال أكرم العجوري القيادي في الحركة. واضح أن حركة الجهاد الإسلامي مسجلة التصعيد، هذا أيضا برز من خلال التصريح الذي أصدره الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمدة قبل قليل، وأكد أن الساعات المثل ستكون مهمة وسيكون هناك بالتأكيد رد، وأن الحركة أو سرايا القدس لن توقف هجماتها الصاروخية. نعم ضياء، سأعود إليك في إطار هذه النقطة. دعوني أنتقل مباشرة إلى مراسلنا مروان عثمان المتواجد في بلدة زديروت. مروان مرحبا بك من جديد. يعني متى أطلقت الرشقة الأخيرة من الصواريخ في المنطقة المحيطة في قطاع غزة؟ قبل دقائق معدودة مهند كانت هنالك دوي لصفرات الإنذار في المنطقة في المناطق المتاخمة في جنوب ووسط قطاع غزة في المناطق الإسرائيلية للتنويه حول وجود رشقات صاروخية محتملة، وتم تفعيل القبة الفولاذية. في هذه الأثناء نحن نتواجد في زديروت، كنا قد شهدنا أو سمعنا قبل قليل تحليق مكثف لطيران الحرب الإسرائيلي، مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي تحلق على ارتفاعات عالية جدا بطريقها نحو قطاع غزة. نشهد تحليق مكثف متصاعد منذ النصف ساعة الأخيرة، ولربما هذا استعدادا لما قد يتأتى من قطاع غزة، خصوصا بعد التصريحات التي كان قد أدلى بها الضيف الآن حول فشل الوساطة مع الجهاد الإسلامي وإعلانه التصعيد ونيته التصعيد. بالتالي هنالك تخوف إسرائيلي من قضية إطلاق رشقات صاروخية بكثافة أكبر بجرعات قاتلة أكبر. نعم لربما التي يمكن أن تتسبب بأضرار أكثر في المنطقة، وبالتالي هنالك تعليمات مشددة من قبل الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي بالضرورة التواجد بالقرب من الأماكن الآمنة والغرف المحصنة، وخصوصا أن هنالك تخوف من تصعيد، والتصعيد قد يجر تصعيد إسرائيلي، بالتالي يمكن أن نشهد ليلة مثيرة مليئة بالأحداث. لكن هذا كل هذا سابق لأوانه، سوف ننتظر لربما نعم يمكن للساعات المقبلة أن تكون تنقل بشائر أن هذه الجولة من التصعيد قد انتهت. شكرا لك حتى اللحظة مروان عثامنة من زديروت. سيد بنحز دعني أنتقل إليك، مرحبا بك من استوديوهات القدس من جديد. سيد بنحز، ماذا تحمل الساعات القادمة في طياتها على المستوى السياسي والعسكري مع قطاع غزة برأيك؟ أوكي، زي ما أنا شايف حركة حماس نعت بنفسها من المعركة وتركت الجهاد الإسلامي يقاتل لحاله، فهذا إشي جديد. ومن هون في تأكيد أنه في خلاف بين حركة حماس وبين الجهاد الإسلامي بالنظرة إلى المستقبل، بينما حماس تريد الترتيب يعني الهصدغة مع إسرائيل، هذا أكثر من تهدئة. نعم. الجهاد الإسلامي بده يفشل مسائي حماس، فهلا حماس تركت الجهاد لحالها من شان إزالة الجهاد الإسلامي كأيك أمام الترتيب مع إسرائيل.
فهذا اللي نحن ننظر الآن. أما المستقبل أنا شايف أنه في تعليمات إجت من إيران للتصعيد. وكيف أعرف ذلك؟ لأنه فجأة قبل ساعتين حركة عمل لبنانية أطلقت بيان تحديد لإسرائيل بسبب المعركة في غزة وارتيال الإرهابي تبع الجهاد الإسلامي. نعم. فشو شو 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 دخل الجهاد الإسلامي بهذا الموضوع؟ فهذا بالنسبة لي هذا متأكد 100% أنه هذا أمر وصل من إيران. ومن هون نحن نعرف أنه كمان الأمر وصل للجهاد الإسلامي للتصعيد مع إسرائيل. نعم، ابقى معي سيد بنحة. سيد أمير، أعود إليك، هل يمكن القول بأن الساعات القليلة القادمة ستشهد تصعيدا لا يعرف نتائجه كما كان في التصعيد السابق؟ نحن بتوخ ريتوال، نحن في حالة من الأمان، السيناريو الذي يتكرر مرة أخرى، هناك إطلاق قضايا صاروخية ردا، وهناك لن نرد ولن نتنازل، سنريكم، نحن نتواجد كما كنا في ننتظر أن تأتي الساعة العاشرة أو التاسعة أو الثانية عشرة أن تخرج الأصوات وتعطي الأصوات وبعد تعود إلى داخل الساعة. كل هذه ليست إلا لعيب، إن الجهاد تلعب اليوم الدور الذي لعبته حركة حماس ضد عرفات قبل 15 عام، كانت الطفل المشاقس الذي لا يسمع أوامر عرفات حينها ويقوم يرغب به، وفي حال أن جولشتين قام بعملية الذبح والمذبح في الحرم الإبراهيمي وابتالوا يحيى عواس، وسيقوم بعملياته ولا يهمه من الشؤون السياسية وسيقوم بتفجير العملية السياسية، وحينها هو רוצה שלא وحينما كان الرد من عرفات ان حركه الجهاد لا ترغب ان يكون هناك عمليه في غزه حتى في قطاع غزه، ويفهم ان الجلف فعلا تكون هناك عمليه كبيره كما كان الجلف الصامت كما كان في 2008 وفي نهايه 2009. الدول المانحه تقدم الاموال لاعاده بناء غزه، ماذا سيحدث؟ هل سيتم هدم قطاع غزه من جديد؟ عشان ليش الجبهه الداخليه في قطاع غزه هم ليسوا بحاجه لخاص كي يرسلوا الناس الى الملاجئ؟ لماذا لهم يعتمدون على سلاح الجبهة الإسرائيلي أن يخسر فقط المنطقة التي يرغب فيها؟ لذلك فإن الجبهة الداخلية لديهم هي الجيش الإسرائيلي. في حال لم يسقط أي قتلى في الطرفين بالإمكان منذ صباح الغد أن ننهي العملية. طيب سيد ضياء، أنتقل إليك من جديد من قطاع غزة. فيما يتعلق بيحيى السنور، هل يملك القدرة على منع الجهاد الإسلامي من الرد على عملية الاغتيال أو حتى تحديد طبيعة الرد؟ لا، بالتأكيد لا يستطيع. مثل هذا الإجراء يحتاج إلى قوة ميدانية، هذا يعني أن تدخل مع الجهاد الإسلامي في مواجهة عسكرية أو في مواجهة ممكن أن تتطور لإطلاق نار بين عناصر الحركتين، هذا مؤشر ربما يكون خطير. لكن حماس لن تلجأ إليه بكل تأكيد، حماس سيكون نفسها طويل جدا، ستصبر على الجهاد الإسلامي، هي تتفهم جيدا ما تشعر به الحركة من وضع بعد اغتيال أبو العطل ومحاولة اغتيال أكرم العجوري، بالتأكيد ستعطي الحركة الوقت الكافي لتأخذ نفسها. لكن غالبا أو يعني ما يعتقد حاليا أن حماس لن تشارك في الجولة الحالية بكل المقاييس، لكن ربما تدعمها من الخارج. لكن في حال طورت إسرائيل أو طب هل يملك الجهاد الإسلامي ضياء القدرة على الرد بالنوعية التي تحدث عنها؟ يملك، لكن هذه القدرة أيضا لها تداعيات، بمعنى أن إسرائيل الآن ربما تقصف أهداف، ربما تقصف صواريخ ثقيلة كانت ستطلق باتجاه مناطق إسرائيلية مركزية مثل القدس وتل أبيب، هذا يؤثر على قدرة الجهاد في الاستمرار في عملية الإطلاق. باعتقادي كل الساعات الماضية القليلة التي شهدت القليل من إطلاق الصواريخ ربما هي محاولة من حركة الجهاد الإسلامي كما قلت سابقا للملمة وضعها، وفي نفس الوقت لإعادة
الدفع بالصواريخ الموجود في المخازن وغيرها الى المناطق المنصات وما الى ذلك لاطلاقها في وقت لاحق. باعتقاد الجبهه الاسلاميه لديها القدره وعندها لديها جهاز لتصنيع الصواريخ ومتطور ولديهم وعناصرهم اتخذوا دورات كثيره في ايران وفي سوريا وفي لبنان ومعظم المعتقلين الذين افرج شخصيا ابو العطاء عنهم بعد مباحثات مع المصريين في الاسابيع الماضيه كانوا في ايران يتلقون دورات تدريبيه مهمه حتى ان اصبح لها قوه كوماندوز بحريه تضاهي قوه القسام لاول مره كتنظيم فلسطيني يضاهي القسام في قوته البحريه. فلذلك حركه الجهاد الاسلامي تطورت عن السابق لديها قدره عسكريه لكن الامر يتعلق ايضا بالاستخبارات الاسرائيليه ومعلوماتها على ضرب اهداف مهمه لحركه الجهاد الاسلامي الحيويه كما ضرب مخازن صواريخ مهمه ثقيله. الجهاد الاسلامي يمتلك العديد من الصواريخ الثقيله منها براق الذي ممكن ان يضرب شمال تل ابيب واستخدمته في حرب 2014 وكما اتذكر سقط في الساحل. انباء ضياء تتحدث عن ان حماس ابلغت الجانب المصري بانه وان فشلت ومحاولات الوساطه المصريه ستنضم حماس الى الجهاد الاسلامي في التصعيد، على ماذا يدل ذلك؟ هذا يدل على ان حماس ربما تحاول ايضا ان تضع رساله او توصل رساله اساس لاسرائيل ولكل الاطراف انه يجب التوصل للتهدئه او على الاقل ان تضغط على اسرائيل بوقف غاراتها من اجل ان تسمح حماس لنفسها بالضغط على الجهاد الاسلامي بالتوقف قليلا او بالتهدئه الاوضاع ربما لفتره قليله. اعتقد ان حماس غير معنيه بان تتلقى ضربات. نعم الان الجيش الاسرائيلي يعلن استهدافه موقع تحت الارض للجهاد الاسلامي شمال قطاع غزه بواسطة الطائره المسيره، هذا ما ذكرته ضياء. نعم نعم هو هناك عده هجمات وقصف مستمر حتى اللحظه. قبل قليل دوى انفجار في شمال قطاع ربما هو الذي تتحدث عنه. بالتاكيد حماس ايضا تخشى ان تدخل في هذه الجوله وان تقوم اسرائيل بقصف اهداف حيويه لها تؤثر على قدرتها في اي جوله مقبله كبيره، خاصه انه الاوضاع في موضوع تثبيت التفاهمات غير واضحه حتى اللحظه. نعم المنحه القصفيه ستنتهي خلال نهايه العام الحالي حسب المعلومات انها لن تتجدد لظروف قطريه خاصه، وخاصه قطر ايضا حسب معلوماتنا انها تسعى الى تحويل كل مشاريعها الموجوده في غزه الى استثماريه خاصه بها وليست كدعم. وهذا برضه تحول يؤكد ان كل الجهات الراعيه وتحديدا قطر تحاول سحب طرفها قليلا بشكل تدريجي من غزه. نعم وغيرها. هذه نقطه مهمه ساطرحها ضياء سيد طلب اعود اليك. يعني هناك من قال بان الجهاد الاسلامي مصر وحتى حماس تفاجؤوا بمحاوله بعمليه الاغتيال، برايك ما الذي دفع نتنياهو في هذا التوقيت للقيام بهذا هكذا عمليه؟ يعني اولا بما تفضلت به لضيوفك الكرام، ما الذي سيخسره الجهاد الاسلامي بالتصعيد مع اسرائيل؟ الجهاد الاسلامي في وضع فقط يوجد له ما يربح. الجهات التي بالامكان ان تخسر هي حماس وإسرائيل، وعلى هذا الأساس لا يوجد عوامل ضغط على الجهاد الإسلامي. الجهاد الإسلامي متحرر من كل عوامل الضغط. الأمر الثاني، من المستحيلات أن تدخل حماس في مواجهة مع الجهاد الإسلامي دفاعا عن أمر إسرائيل. هذا من يعني رابع المستحيلات، حركة مقاومة حماس تدخل في مواجهة مع الجهاد دفاعا عن إسرائيل، ستنهي دورها كمقاومة، وبالتالي هذا غير وارد بالحسبة. نعم. وكل صاروخ يخرج باسم الجهاد الإسلامي هو ضربة لإسرائيل مباشرة وهو ضربة لحماس بشكل غير مباشر، وعلى هذا الأساس المستفيد من المواجهة الآن هو فقط الجهاد الإسلامي. والغباء الإسرائيلي يتكرر. إسرائيل هي التي أقامت حزب الله عندما كانت أمل، وقامت باغتيال الموسوي وخرج حصر نصر الله ولعب دور المقاوم وأضعف أمل. الآن الجهاد الإسلامي هو المقاوم والآخرين متفرجين، وهو اللاعب وهو الذي سيقرر تهدئة نعم أو لا. لأول مرة سيكون هو المقرر في هذا الشأن. الأمر الإضافي، أنا برأيي بأنه نتنياهو من أجل الحفاظ كجزء من اللعبة السياسية قام بخطوة أكثر مما يجب غير محسوبة العواقب. بمعنى الجهاد الإسلامي. نعم. ليس حماس، وعوامل الضبط المتوفرة لدى حماس غير متوفرة بالنسبة للجهاد الإسلامي،
ولا كان يريد أن يناور كمناورات سياسية داخلية قصة ائتلاف حكومي، برأيي بأنه قد أخطأ الحسابات. الأيام القادمة ستكرر ذلك. من مصادر داخلية في قطاع غزة يقال بأن رشقة صواريخ قوية أطلقت في هذه اللحظة، من 3 إلى 4 صواريخ على ما يبدو ليست قوية، ولكن التحضير إلى ذلك بهذه النقطة. أنتقل إلى مراسلنا بشار صغير المتواجد في أشدود. بشار مرحبا بك معنا، هل تسمع ذوي صفارات الإنذار في المنطقة المتواجد فيها؟ كل مهند، الأوضاع بشكل عام هادئة، هناك هدوء، حذر هدوء نسبي، سواء حيث نتواجد في مدينة أشدود أم في عدد من المدن الإسرائيلية. الآن قبل قليل سمعت بأن هناك صافرة إنذار في عسقلان، لكن بشكل عام ما نظر ونسمع صافرات الإنذار بين الحين والآخر. لكن الآن وبعد الخطاب الذي ألقاه أبو حمزة الناطق الرسمي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، هناك ترقب لما سوف يحصل. دعني أضيف هنا شيئا، كانت هناك بعض التوقعات أو ترقب مهند من أن ربما هذه الكلمة سوف يقال فيها بأنه عمليا الحركة ردت على الغارات الإسرائيلية، بمعنى أنها تكتفي بهذه الجولة، لكن ما حصل هو العكس، وأنها أكدت هذه الحركة في الكلمة بأن الساعات القادمة سوف تحمل المزيد، وسوف كما قالوا تشفي صدور الفلسطينيين. واتهمت الحكومة الإسرائيلية وصفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأرعن، وعليه هنا تتجه الأنظار إلى ما سوف تحمله الساعات القادمة. ما الذي سوف يحصل؟ إلى أين يمكن أن تنزلق الأمور؟ خاصة وأن الحركة حذرت من سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، إلى أين سوف تتجه الأمور؟ أنت تذكر في العام 2012 كيف انزلقت الأمور عند تم اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري خلال العملية التي سمتها إسرائيل عمود السحاب، كيف انزلقت الأمور إلى حرب كبيرة. وأيضا نفس الأمر تكرر في العام 2014، وعلى هذا الأساس يتخوف الكثير من الناس على الطرفين، سواء في الجانب الإسرائيلي هنا أم في الجانب الفلسطيني، إلى أين سوف تؤدي وتنزلق الأمور؟ هل سوف تتكرر سيناريوهات الحروب الثلاثة التي سبق وأن شنت وحصلت في الأعوام السابقة؟ نعم، والمهم بشار كما يقال حتى هنا في الاستوديو بأن حركة الجهاد الإسلامي وهذا الفارق عن حماس في السابق بأنها تلعب هذه اللعبة دون قيود. وبهذه النقطة أنتقل إليك سيد أمير، ألم تعلم إسرائيل في البداية أنها تواجه حركة وأن اغتيال أحد قياديها لحركة يعني معنية في التصعيد في نهاية الأمر كما قيل، ليست معنية بالتهدئة التي تقودها حماس؟ هذه المرة لم يكن الأمر كذلك، ما تقوله قد يبدو صحيحا بشكل اعتيادها ويجب توقع هذا الرد بالذات، ولكن في هذه الحالة كان السؤال من الذيل ومن هو الكلب، من يلعب بمن، من يحرك من، هل الذيل يتحكم بالكلب أم الكلب يتحكم بذيله؟ لم ترغب حماس في الأشهر الأخيرة أي تصعيد، حتى قيادة حركة الجهاد الإسلامي لم تكن ترغب بالتصعيد، فقط هذا الشخص، فقط بهاء أبو العطا هو الوحيد وبشكل شخصي قرر أن يطلق الصواريخ، ولذلك وبعد أن حاولوا إقناعه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وعن طريق حماس وعن طريق المصريين، ولكنه أصر على ما أصر، توصلوا إلى القناعة على المستوى التنفيذي في الجيش الإسرائيلي والشباك أنه مضطرين، لأنه لوم في حالة مثل ذلك سيتم أي عملية تفجيرية، وحينك سيتهمون رئيس الشباك ورئيس هيئة الأركان ورئيس الحكومة الذي لم يصادق على العملية أنه سيسقط قتلى بسببهم. لماذا لا تتصرف ولا تتحرك حماس الآن؟ لا تريد أن يظهر أن بهاء انتصر، وأن بهاء كان يسعى لأن جر حركة حماس لتصعيد جديد وحرب جديدة، وحماس كان ترفض ذلك. لذلك فهناك اعتبارات أخرى، في حال كانت الاستراتيجية حتى قبل 12 ساعة أنا لن ننفذ ذلك، وفقط لأنهم قتلوا الشخص الذي كان يسعى لكسر الاستراتيجية الحمسوية فسنقوم بكل شيء، هذا غير منطقي، وذلك يجب أن نبجل قيادة حماس في غزة والقيادة الخارجية أنهم يقلون الاعتبارات الخصمين. والمرة الأولى انتبه، التصريحات والبيانات الإسرائيلية تقول أن حركة حماس غير مسؤولة عن ما يحدث في قطاع غزة، يوجد هنا معضلة. هذه المرة الأولى إسرائيل عندما هذا
تنظيم يتحكم يتحلى بالمسؤوليه فانا اسرائيل تذكر ذلك وانما تهاجم الجهاد. الطرفان يرغبان اسرائيل وحماس ان يدفع حركه الجهاد الثمن. هذا حسب راي الازمه التي تعيشها حماس انها في خندق واحد مع اسرائيل، وهذا ما يريد الجهاد الاسلامي ان يضعهم في خندق واحد ويظهر هو البطل، وبرايي اللعبه هي لصالح الجهاد الاسلامي في هذه الحاله. الآن في عسقلان أشكل منظومة القبة الحديدية تعترض أكثر من 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، هذا بعدما ذكر بشار بأن دوي صفارات الإنذار دوت في منطقة عسقلان أشكل. سيد بنحاس أعود إليك في إطار هذا النقاش، هل الرابط المفصلي في هذه الحلقة هي دخول أم عدم دخول حماس إلى خط الرد من قبل الجهاد الإسلامي على إسرائيل؟ אז הנה חקת חמאס אחדת אל קרר באדם דוחול פי אלמר קייני איברה אן אל חילף בינה ובין הג'יהאד לנו חמאס ג'רבת אקטר מן מרה אל ווסול אילה איתיפקיה ריר מובשיר המה ישראל מן חילל מסר والجهاد دائما افشلت المساعي وانا كمان هلا لما تدخلت مصر من شان تسبيه الامور في غزه اجى الامر من طهران لتصعيد من شان تصعيد وكمان من شان افشال مصر فانا شايف انه نحن الامور نحن شوي بمأزق لأنه الجهاد الإسلامي بين المطرقة والسيدة بنحس ما كان يحدد في التصعيد السابق والمرات السابقة مع حركة حماس يعني مرسوم هذه اللعبة بين الطرفين كان موضوع التهدئة ما بين الجانبين، كل يريد التهدئة وعدم الخروج عن قواعد اللعبة. ألا تعتقد بأن مع حركة الجهاد الإسلامي الأمور تختلف كثيراً؟ تختلف تختلف كليا لانه الجهاد الاسلامي هي حركه مجاهده وليست حكومه بينما حماس هي حكومه فالها مصالح مع الشعب والجهاد ما له اي مصلحه مع الشعب كل علاقاته مع طهران وكمان في نقطه كمان ملحه لطهران انه العرب بداوا ينتفضون ضدها في العراق وفي لبنان بما في ذلك الشيعة العرب فبالنسبة لإيران كتير مهم أن يكون طرف عربي فلسطيني من غزة يصطف معها بأي شيء حتى في جبهة نعية زي جبهة غزة. طيب الآن وبحسب الأنباء وكما نذكر على الشاشة المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف سيتوجه بشكل طارئ إلى القاهرة لبحث جهود التهدئة أو جهود تثبيت التهدئة ووقف التصعيد مع الجانب المصري. سيد أمير نعم لكل أفسكات إيش لكل وقف إطلاق النار يتم توصل إليه هناك قائمة بالبنود هذا ليس الأمر نعم نوقف وقف إطلاق النار الآن ولكن هناك مطالب بما يجب فعله ما تم تقريره قبل 7 أعوام في نهاية عمود السابع ما قرر تم تقريره في نهاية الجرف الصامت في 2014 إنها نفس 6 أو 7 المبادئ التي لم يتم تنفيذها بالمرة والآن أيضا في حال أن ميلادينوف والمصريون ستوصلوا إلى تسوية معينة نتيجة تكون أن إسرائيل وحماس تلتزمان بالمضي قدما بتنفيذ تفاهمات الجرف الصامد التي هي أساسا تفاهمات عمود السحاب والتي تأتي لزيادة رفاهية المجتمع المدني في قطاع غزة وزيادة مساحة الصيد وقف إطلاق النار وإرجاع وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك عندما لا توجد حكومة إسرائيل حتى الآن لا يوجد من يستطيع التوقيع ويكون موكلا صحيح أنه كان تمت أمور سابق لا يوجد سوابق في إسرائيل عندما استقالت جولدا مائير وموشي ديان توقع على اتفاقية وقف إطلاق فصل القوات في الشمال مع إسرائيل عندما دخل بيرس ورابين لمنصبهم ولكن الآن الوضع مختلف لأن الحكم قد ينتقل من الليكود إلى كحول لبن ولكن في حال أن هناك توافق في إسرائيل بالأخص النقد الذي كان من قبل غانتس تجاه نتنياهو بعد أن شارك بعملية الجرف الصامت سوية هي النقد كان أن نتنياهو لم ينفذ التوصيات التي كانت يجب أن تتم بعد الجرف الصامت في آذار الماضي بدأت عملية إطلاق
في مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة، وجاءت للتذكير إسرائيل بأنه يجب فعل وتنفيذ تلك البنود، والآن سيتوصلون لنفس النتيجة. ما تفضل به ضيفك وغير يعني لا ينسجم مع الواقع، لأنه كل التفاهمات بالنسبة لمساحة الصيد ورفاهية المواطن هي مهمة لحماس كحكومة كسلطة، هي غير مهمة إطلاقا للجهاد الإسلامي. هذه إنجازات لحركة حماس من أجل أن تظهر أنها تهتم بالمواطن، تهتم برفاهية المواطن، لكن الجهاد الإسلامي يهتم فقط بالجهاد الإسلامي. والأمر المهم بهذه المعادلة برأيي ستكون قضية الدور المصري، بمعنى أنه إلى أي مدى ستستطيع مصر تشكيل معادلة التي تعطي دورا أكبر للجهاد الإسلامي في المرحلة القادمة داخل قطاع غزة. نعم. والعنصر والمركب المركزي والأساسي في هذه المواجهة سيكون الدور المصري للجهاد الإسلامي، ولن يمنع حماس يظهر كإنجاز معين لصالح حماس. عضو الكنيسة السابق، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك السيد أمير أورن خبير الشؤون السياسية والأمنية، وأشكرك حتى اللحظة سيد فرحس إنبري خبير شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا عبر استديوهات القدس. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونواصل هذه التغطية الخاصة، فابقوا معنا.